بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم نستقبل ما يأتي من أسئلة للإجابة عليها إن شاء الله. وكما كررنا وقلنا مرارا، تكون الأسئلة في حدود الحاجة، ولا تأتي أسئلة لا حاجة إليها أو أسئلة عن أمور ليست من مصلحة المسلمين، وإنما تكون الأسئلة من واقع الناس ومشكلاتهم وما يحتاجون إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: يوجد لدينا خادمة في المنزل بدون محرم، وأود أن أصطحبها مع عائلتي لأداء فريضة الحج، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن الحج بالنسبة للخادمة فريضة، وقد لا يتوفر لها أداؤه إلا معنا. هو في الحقيقة مسألة الخديمات المستجلبات من الخارج لهن مخاطر كثيرة، كما لا يخفى وكما حصل مما تسمعون من الوقائع المؤسفة. فمن ابتلي باستخدام خادمة فليكن معها محرمها، إما زوجها وإما قريبها إذا كان يحتاج إليه، فليكن عنده هو وزوجته إذا كان بحاجة إلى الرجل والمرأة، وإن لم يكن به حاجة إلى محرمها فعلى الأقل يوصلها إليه ثم يرجع. وإذا أرادت أن تسافر وترجع إلى بلدها يحضر ليستلمها ويرجع بها. وأما وجودها في البيت ومع الأسرة فلا تحتاج إلى محرم. وإذا كان ليس لها محرم الآن يصحبها للحج، وتركها في البيت يخشى عليها مما هو أكثر ضررا من سفرها معكم، أن تسافر معكم للضرورة، تكون مع الأسرة مع النساء، ولا بأس أن تحج مع النساء. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يريد أن يحج متنفلا ولكن عليه دين، فهل الأفضل له الحج أم سداد الدين؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان الدين حالا أو مؤجلا؟ لا يختلف الحكم بين الدين الحال والمؤجل، كله يحتاج إلى تسديد. ولكن إذا كان عنده مال يتسع لسداد الدين ولنفقة الحج
فإنه يحج لأنه يترك للدين ما يسدده. أما إذا لم يكن عنده مال يكفي للاثنين فإنه يقدم سداد الدين ولا يحج، يوفر المال لتسديد الدين، هذا لازم عليه. وأما الحج إن كان فريضة فليس عليه حج لأنه غير مستطيع، وإن كان نافلة إلا بأولى. الحاصل أنه إن كان عنده مال كثير يكفي لحجه ويكفي لسداد دينه فلا مانع أنه يحج. أما إذا كان المال قليلا لا يكفي إلا لسداد الدين أو بعضه فإنه لا يحج، لا يجوز له أن يحج إلا إذا سامحه صاحب الدين. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة تقول كنت قد حججت مع حملة في إحدى الأعوام السابقة، وكان النساء في مكان خاص بهن، وقد وضعت الزينة والمكياج على وجهي علما أنها لا تحتوي على طيب، فقد أنكرت علي إحدى الداعيات وأن وضع ذلك أثناء الإحرام لا يجوز، فهل هذا صحيح؟ علما أننا عندما نخرج إلى مجمع الرجال نستر الوجه بالكامل. لا مانع من ذلك، الممنوع هو الطيب، فالمحرمة لا تمس الطيب، لا المحرمة ولا المحرم لا يمس الطيب ولا يتطيب وهو محرم. وما دامت الأصباغ هذه ليس فيها طيب فلا مانع من استعمالها، بشرط أن تحتجب إذا خرجت إلى الرجال ولا تظهر زينتها ولا تظهر أصباغها وما، بل تحتجب تستر نفسها. والإحرام لا يخل به مسألة الأصباغ والمساحيق التي ليس فيها طيب. نعم. فضيلة الشيخ، هل يشترط إذن الزوج لأداء فريضة الحج؟ وهل تلزم الزوج نفقة حج زوجته؟ لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء الفريضة إذا تيسر لها محرم يحج معها وكانت عندها النفقة، فلا يجوز له أن يمنعها لأنه لا يمنعها من أداء الفرض، فلا يمنعها من الصلاة، لا يمنعها من صيام رمضان، وكذلك لا يمنعها من الحج لأنه فرض، إنما هذا في حج النافلة، لا تحج حج نافلة إلا بإذن زوجها. أما حج الفريضة فإنها تحج ولو لم يأذن زوجها، وأما نفقتها فتجب في مالها هي، نفقة الحج تجب في مالها هي، إلا إذا تبرع لها زوجها وأعطاها نفقة هذا من الإحسان. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة في الثوب وفيه استفراغ الطفل؟ لا يجوز الصلاة بالثوب الذي أصابه القيء سواء من الطفل أو من غيره، لأن القيء نجس خارج من المعدة أو نجس، فلا بد من غسله. ولو صلى عليه ثوب فيه قيء فإن صلاته غير صحيحة إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا أو ما درى أو جاهل وصلى فصلاته صحيحة، أما إذا كان متعمدا وخابر وعارف القيء وأنه على ثوبه وصلى وهو يعلم ذلك صلاته غير صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة نذرت نذرا عبارة عن ذبح شاة وجعلها وليمة لأقاربها، فهل يصح لها الأكل منها أم لا؟ هذا بحسب النية، إذا كانت نوت أو شرطت
أن تأكل منها فلا بأس، أما إذا لم تنوي ولم تشترط فإنه لا يجوز لها الأكل منها لأنها وجبت عليها كله. لكن إذا كان الذين نذرت أن تذبحها لهم أغنياء ليسوا فقراء فهذا من نذر المباح، نذر فعل المباح، إن شاءت فعلت النذر وإن شاءت كفرت عن يمينها، تخير بين كفارة يمين وبين فعل النذر، هذا من نذر المباح. أما إذا كانت الذبيحة للفقراء نذرتها للفقراء أو نذرتها ولم تعين من هي له فإنها تكون للفقراء أيضا ولا تأكل منها، ويجب عليها تنفيذها، يجب عليها تنفيذها. قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا نذر طاعة، الصدقة على الفقراء نذر طاعة يجب الوفاء به. نعم. فضيلة الشيخ، من السنة في يوم عيد الأضحى الأكل من كبد الأضحية للمضحي، فكيف يفعل غير المضحي؟ هل يمسك من بعد صلاة الفجر ثم يأكل تمرات أم ماذا؟ عيد الأضحى ما في أكل تمرات، هذا في عيد الفطر، هذا في عيد الفطر، فالذي لا يريد أن يضحي هو بالخيار، إن شاء أكل قبل الصلاة وإن شاء أكل بعد الصلاة هو بالخيار، إنما هذا في حق من يريد أن يضحي، فإنه الأفضل أن يؤخر الأكل إلى أن يذبح أضحيته ويأكل منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، لقد ذكرتم حفظكم الله أن اللون الأحمر الفاقع أو الصارخ حرام لبسه على الرجال، فهل هذا التحريم يدخل في لبس القميص والبنطلون أيضا؟ نعم، في كل لباس أحمر خالص لا يجوز للرجل أيا كان، سواء كان قميص أو كان جبة أو سروال أو غترة، لا يجوز لبس الأحمر الخالص. أما الأحمر الذي فيه لون غير الحمرة، فيه لون آخر، فلا بأس بلبسه، إنما التحريم في الأحمر الخالص فقط. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن قصة حاطب رضي الله عنه في الصحيحين هي من قبيل النفاق الأكبر، ولكن تشفع له شهوده بدرا؟ لا يجوز الكلام في الصحابة، وإن حصل من بعضهم خطأ وتاب منه فلا يجوز الكلام فيهم رضي الله عنه. وحاطب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد عذره، قد عذره وقبل عذره، وهو من أصحاب بدر، وليس هو، ليس هذا من النفاق، ليس فيه نفاق رضي الله عنه، وإنما فعل هذا عن اجتهاد منه وظن أنه جائز، ظن أنه جائز وتأول في ذلك، ولكنه كان مخطئا وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يجوز بحث هذا الكلام وترويجه بين الناس في حق صحابي جليل؟ نعم. فضيلة الشيخ، من تيمم وهو مسافر ثم لبس الشراب، هل يحسب من أي ثلاثة، هل يحسب ثلاثة أيام بلياليها؟ من تيمم وهو مسافر ثم لبس الشراب، فهل يحسب ثلاثة أيام بلياليها ويعتبر أنه أدخل الشراب ورجليه طاهرتين؟ لا، المقصود الطهارة بالماء، والتيمم ليس فيه مسح، هذا في الطهارة التي فيها مسح وهو الطهارة بالماء. نعم. فضيلة الشيخ، هل يدل كلام الشيخ
عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الذي قرأناه في درس الأمس، وهو قوله: ومن الناس من يحكم بين الخصمين ويتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. أقول: هل يدل هذا على من حكم بغير ما أنزل الله على جهة استبدال الشريعة بغيرها؟ نعم، كل من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك وجعله بدلا عن حكم الشرع فإنه يتناوله الحكم الذي قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لا يخرج عن هذه الأحكام، سواء حكم بالقوانين أو حكم بعوائد البادية، أنه حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، من يقول إن المواطن أخ للمواطن سواء كان كافرا أو يهوديا أو نصرانيا متى كانوا في وطن واحد وهم إخوة وطن، لأن الله قال عن شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا وهم لم يؤمنوا بعد وإنما إخوة وطن، وهذا في القرآن كثير، هل هذا قول صحيح؟ هذا كلام جاهل مركب والعياذ بالله. الكافر ليس أخا للمؤمن إلا إن كان في النسب، أخوه في النسب، هذه أخوة نسب ليست أخوة دين. أما أخوة الدين فلا تكون إلا بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أما المؤمن والكافر فليس بينهم أخوة، وإنما بينهم عداوة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأخوة المودة لا تكون إلا بين المؤمنين، ولا تكون بين المؤمنين والكفار. وإذا كان الكافر يعيش في بلاد المسلمين فإن كان له ذمة أو أمان أو عهد من المسلمين فإنه له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين بموجب العهد والأمان والذمة، لا يجوز الاعتداء عليه ولا ظلمه. ولكن ليس هو أخا للمؤمنين بل هو كافر، لكن يصان عهده ويصان أمانه وذمته من الوفاء: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا يجوز الاعتداء عليه. لكن ليس معنى هذا أننا نحبهم، وإنما نفعل هذا من باب الوفاء بالعهود وبذمة المسلمين، لأن هذا موجب العهد والأمان والذمة. وأما المحبة فلا تجوز إلا بين المؤمنين، ولو كانوا يسكنون معنا فلسنا نحبهم، ولكننا لا نعتدي عليهم ولا نظلمهم، لأنهم دخلوا بلادنا بموجب العهد والأمان والذمة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ما دام في بلاد المسلمين لا يعتدون عليه حتى يخرج إلى بلاد الكفار، هذا من الوفاء في الإسلام.
وأما الأخوة الدينية فإنما هي بين المؤمنين. وأما قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا، المراد بالأخوة هنا أخوة النسب، أنه من قبيلته، أخوة نسب وليست أخوة دين. نعم. فضيلة الشيخ، صليت 4 ركعات سردا قبل الظهر ناسيا، فما الحكم في ذلك؟ نعم، صليت 4 ركعات سردا قبل الظهر ناسيا. لا بأس بذلك، ولو لم تنسى يجوز سرد 4 في النهار بسلام واحد، ولكن كونه يسلم من كل ركعتين هذا أفضل، ولو صلى 4 بسلام واحد جاز هذا في النهار. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أحج مفردا لتوفير ثمن الهدي فهل الحج صحيح؟ نعم، إذا أردت أن أحج مفردا لتوفير ثمن الهدي فهل الحج صحيح؟ نعم، الحج صحيح. الذي يريد الإحرام يخير بين 3 أنساب، إما التمتع وإما القران وإما الإفراد، وفي كل هذه الأنساك أحرم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أحرم متمتعا، ومنهم من أحرم قارنا، ومنهم من أحرم مفردا، فالأنساك الثلاثة كلها جائزة، لكن إن كان لم يسبق أنه اعتمر تبقى العمرة في ذمته، عمرة الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ، رجل حافظ للقرآن ومتقن له ولكنه ليس بحسن الصوت، وآخر حسن الصوت ولكنه ليس بحافظ، فأيهما يقدم للإمامة إذا غاب الإمام؟ القراءة في الفريضة ما تحتاج إلى كثير حفظ، ولو يحفظ قصار السور تكفي والحمد لله، إنما هذا في صلاة التراويح، صلاة التهجد هي التي تحتاج إلى حفظ، أما صلاة الفريضة فالقراءة فيها ما تيسر من القرآن، ولو سورة قصيرة ولو آية أو آيتين، فلا حاجة إلى كثير الحفظ. ولا أظن هنا مسلم لا يحفظ شيئا من القرآن، هذا نادر، إن هنا مسلم خصوصا في عصرنا الحاضر وبشو التعليم والحمد لله، ما أظن هنا مسلم لا يحفظ شيئا من القرآن ولو يسيرا، فالمدار على تجويد القراءة، فالذي يجيد القراءة يتقدم ولو كان حفظه قليلا. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة وضعت 2 من أولادها بعملية قيصرية وتعبت في ذلك، فهل لها أن تعمل مانعا للحمل لمدة 5 سنوات أم لا؟ في عندنا مسألتان، مسألة تأخير الحمل ومسألة منع الحمل. أما مسألة تأخير الحمل فتجوز للحاجة، إذا أخذت ما يؤخر عليها الحمل حتى تستعد للحمل وتقوى يقوى جسمها، أو حتى تفطم ولدها، هذا لا بأس به للحاجة. وأما ما يقطع الحمل فهذا لا يجوز إلا إذا قرر الأطباء أن الحمل خطر على حياتها، إذا قرر الأطباء أن الحمل خطر على حياتها فلا مانع من أخذ ما يقطع الحمل إبقاء على حياتها. نعم. فضيلة الشيخ، رجل صلى 10 صلوات وهو جنب، وكان عارفا بأنه جنب ومتكاسلا، فماذا عليه مع أنه يريد التوبة؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والاغتسال وإعادة الصلوات التي صلاها لأنها غير صحيحة،
فيتوب إلى الله من تلاعبه هذا ويعيد الصلوات التي عليه بطهارة بالاغتسال ويبادر بذلك لأنها باقية في ذمته. نعم. فضيلة الشيخ، كنت في يوم الجمعة الموافق الأول من شهر رمضان في أمريكا ولم يصوم إلا يوم السبت، فهل حكم صيامي حكم صيامهم أو حكم صيام المملكة، وهل أقضي ذلك اليوم؟ حكم صيامك حكم البلد الذي وافقك العيد وأنت فيه، فتفطر مع المسلمين وتعيد. إذا كان الشهر في حقك لم يكمل تقضي ما نقص، إذا كان الشهر لم يكمل فإنك تقضي ما نقص بعد العيد. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يفعل من به سلس البول؟ هل يستنجي عند كل صلاة؟ سلس البول على قسمين، سلس متقطع وقيل سلس دائم. أما السلس المتقطع فهذا إذا أراد الصلاة فإنه إن كان نزل عليه بول يستنجي ويتوضأ ويصلي، أما إذا لم يحصل منه بول وهو باق على طهارته فإنه يصلي، هذا في المتقطع. أما الدائم الذي دائم ينزل فهذا لا يتوضأ حتى يريد الصلاة عند الصلاة، فيستنجي ويضع ما يمنع تسرب البول ثم يتوضأ ويصلي في الحال، وإذا جاء الوقت الآخر كذلك يستنجي ويتحفظ ويتوضأ ويصلي، وهكذا مع كل صلاة. نعم، لأن صلاته صلاة ضرورة، ولو كان البول ينزل عليه وهو يصلي فصلاته صحيحة لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يزكي عن ذهب زوجته؟ نعم، إذا وكلته بذلك فلا بأس، إذا وكلته وأخرج من ماله زكاة عنها فلا بأس بذلك، هذا تدخله النيابة، عبادات المالية تدخلها النيابة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد وأحد جماعة المسجد وجد مبلغ وقدره 100 ريال داخل المسجد، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ تكتب إعلان وتعلقه على باب المسجد من الخارج، يقول من ضاع له شيء في المسجد يراجع الإمام أو يراجع المؤذن، تكتب الإعلان وخليه خارج المسجد، فإذا جاء صاحبه تدفعه له، وإن لم يأتي فتصدق به على المحتاجين ويكون أجره لصاحبه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد خطبت امرأة على ما علمت عنها من دين وحسن خلق وحفظ للقرآن، وقد استخرت الله وشاورت، ثم علمت أنها مريضة بالقلب، فانسحبت من هذه الخطبة، ولكن بعد أسبوعين وجدت نفسي ترغب بخطبتها مرة أخرى، فهل أقدم على ذلك أم لا؟ إذا رغبت فيها فلا مانع أنك تخطبها مرة ثانية، ومرض القلب يمكن يزول بإذن الله، مرض القلب يمكن يعالج ما يزول بإذن الله، ما دام لك رغبة فيها فأقدم على التزوج به. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: نحن مجموعة من النساء نحضر هذه الدروس ونحضر معنا أطفالنا، لكن إحدى النساء الكبيرات في السن في المسجد أمرتنا بالجلوس في بيوتنا وعدم الحضور للمسجد، وقالت إن أجركن لو جلستن في بيوتكن، فهل هذا صحيح مع أننا نستفيد ولله الحمد
من هذه الدروس، ونخشى إن جلسنا في بيوتنا أن يضيع هذا الوقت دون أن نستفيد منه، مع العلم أن أزواجنا يحثوننا على حضور هذه الدروس، ونحن ولله الحمد لا نهمل أطفالنا ولا نضيع شؤون بيوتنا. أما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟ إن كان هناك من يحفظ الأولاد في البيت تتركون الأولاد عندهم، وإن لم يكن هناك من تضعون عنده الأولاد فإذا أحضرتموهم معكم وضبطتموهم ولم يحصل منهم إساءة إلى المسجد أو إلى الحاضرين فلا بأس بذلك. إذا ضبطتموهم كما ذكرتم في السؤال ولم يحصل منهم إساءة أدب مع الحاضرين أو مع المسجد فلا بأس بالحضور، بل الحضور متأكد للفائدة. نعم. فضيلة الشيخ، هل تقضى السنن الرواتب في صلاة الظهر مثلا وقد أتيت وقد أقيمت الصلاة؟ نعم، إذا فاتتك الراتبة التي قبل الظهر تقضيها بعد الظهر، تقضيها بعد الظهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى الراتبة التي قبل الظهر فتقضيها إذا فاتت، لأنها راتبة وفيها فضل عظيم، فقضاؤك إياها بعد الظهر أحسن من تركها. وأيضا راتبة الفجر إذا لم تؤديها قبلها تؤديها بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر، سأله قال إنه لم يصلي راتبة الفجر، فأقره على ذلك، وهذا قضى للراتبة. نعم. فضيلة الشيخ، تكلم أحد الدعاة عن عذاب النار في الآخرة ثم قال إن هذا الحكم القاسي من حكم الله، فهل يجوز مثل هذا الكلام؟ إن كان القاسي من باب الذم فلا يجوز، لكن لو قال هذا العذاب الشديد، لو قال العذاب الشديد أو العذاب الأليم كما ذكر الله فلا بأس. كلمة القاسي فيها احتمال أن هذا انتقاد لحكم الله عز وجل ووصفه بالقسوة كما يقوله أهل الضلال، أن أحكام الشريعة فيها وحشية وفيها قسوة. فإذا كان هذا مراده فهذا لا يجوز، أما إذا كان مراده أن عذاب الآخرة شديد وأنه غليظ وعظيم فلا بأس بذلك، والله وصف عذاب الآخرة بأنه شديد وأنه غليظ وأنه عظيم وأنه أليم. نعم، ولم يصفه بالقسوة. نعم. فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة في ثوب وقعت عليه نجاسة من ذرق الحمام أو الحيوانات الطائرة؟ وإذا كانت الصلاة فيه حرام فكيف بالطيور التي تطير في الحرم؟ نعم. يقول هل تجوز الصلاة في ثوب وقعت عليه نجاسة من ذرق الحمام أو الحيوانات الطائرة؟ وإذا كانت الصلاة فيها حرام فكيف بالطيور التي تطير في الحرم؟ الذي يؤكل لحمه روثه طاهر، مثل الإبل والبقر والغنم والضبا والطيور، كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وأما ما لا يؤكل لحمه فروثه نجس. والحمام يؤكل من المباح فروثه طاهر، لكن الحمام الذي في الحرم لا يقتل من أجل الحرم، وإلا أصله أنه مباح، لكن حرمته من أجل الحرم فقط. نعم. فضيلة الشيخ، إذا مسح على الجورب ثم لبس عليه جورب ثم لبس عليه جوربا ثاني
هل يلزمه الوضوء مرة أخرى أم يكفي الوضوء السابق؟ نرجو توضيح هذه المسألة لأنها تحدث كثيرا. إذا مسح ولم ينتقض وضوءه فوضوءه صحيح ولو لبس جوربا آخر، لكن إذا انتقض وضوءه وأراد المسح فإنه يمسح على الأول الذي بدأ المسح عليه ولا يمسح على الثاني، يخلع الأول ويمسح على أي يمسح يخلع الثاني ويمسح الذي تحته والذي بدأ المسح عليه. نعم. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة حول هذا السؤال. بعض الأخوان الملتزمين هداهم الله يعملون أمورا تسيء للإسلام، وبعض الناس يقول انظر إلى هذا الإسلام. ما بينوش الأمور اللي يفعلونها. الإساءة إلى الإسلام لا تجوز، لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام أخطاء الناس وأخطاء المنتسبين إليه، ينسب إليهم هم، أما الإسلام فإنه بريء منها. الإسلام دين الخير، دين الحق، دين العدل، دين الرحمة، فلا ينسب إليه إلا كل خير. أما أخطاء المنتسبين إليه تنسب إليهم هم ولا تنسب إلى الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين قول الراوي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله عن النبي أو قوله سمعته صلى الله عليه وسلم؟ كلها بمعنى واحد، لكن عن النبي هذه عنعنة، يحتمل السماع ويحتمل عدم السماع، هذه عنعنة يقولونها من التدريس. لكن إذا قال سمعت الرسول أو قال الرسول كذا هذا صريح، لكن عن رسول الله هذا يحتمل أنه سمعه ويحتمل أنه سمعه من غيره أو بلغه عن غيره ولم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك العنعنة عندهم من علل السند. نعم. فضيلة الشيخ، في قريتنا مسجد يقع في وسط القرية وبجانبه مقبرة ملاصقة لهذا المسجد. نعم. في قريتنا مسجد يقع في وسط القرية وبجانبه مقبرة ملاصقة لهذا المسجد لا يقبر فيها منذ أكثر من 20 سنة، ولما أعيد ترميم المسجد وبني عليه دور ثاني كمصلى للنساء، وقد وضع عمود واحد من الإسمنت في المقبرة وركب عليه درج الدور الثاني وذلك لضيق المكان، فما حكم وضع هذا العمود في المقبرة؟ أولا، ملاصقة المسجد للمقبرة لا تجوز، لا بد يكون بين المسجد وبين المقبرة فاصل من شارع أو أرض فضاء، لا تجوز المقبرة ملاصقة للمسجد لأن هذا من بناء المساجد على القبور، فلا بد من فصل المقبرة عن المسجد. ولا يجوز أن تستخدم المقبرة ويوضع فيها عمود للمسجد أو حائط للمسجد، هذا لا يجوز، فهذا التصرف غير جائز. فعلى الجهة التي حملت هذا العمل أن تعيد النظر في هذا وأن تعدل هذا التصرف وتفصل بين المقبرة وبين المسجد فصلا تاما. نعم. فضيلة الشيخ، استمعت لأحد الدعاة وهو يقول في أحد محاضراته إذا رأيت متبرجة فابصق في وجهها وقل لها يا عدوة الله، فما رأيكم في هذا القول وخاصة أنها مسجلة وهي تنشر في أوساط الكثير؟ هذا ليس من الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من العنف الذي لا يجوز. إذا رأيت سافرة فقل هداك الله عفى الله عنك، هذا لا يجوز، كلمها بالكلام الطيب، الكلام الذي يدخل إلى قلبها، أما أنك تقابلها بالعنف والقسوة. الله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا يجوز العنف في الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا يولد شرا ويحمل المرأة أو غيرها على المعاندة أو المقابلة بما هو أسوأ. فعليك على هذا القائل أنه يعدل كلامه وأنه لا يقول مثل هذا الكلام، وليس هذا من مناهج الدعوة. الله جل وعلا يقول لنبيه: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا من باب التأليف ومن باب جلب القلوب إلى الخير عدم تنفيرها. الله لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى أكثر أهل الأرض وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان هذا مع فرعون فكيف بغيره من عصاة المسلمين؟ لا يجوز مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الطلبة المسلمين ندرس بالخارج في دولة كافرة، وتواجهنا بعض المشاكل منها ما يلي: السؤال الأول، نحن نصلي الصلوات الخمس في البيوت إلا صلاة الجمعة، حيث لا يوجد في المدينة إلا مسجد واحد، فهل يجب علينا حضور الصلوات الخمس في المسجد عند الاستطاعة، مع العلم بأن المسجد غالبا ما يكون مغلق، مع العلم أننا نسكن بعيدا عن المسجد؟ إذا كان المسجد بعيدا فلا يلزمكم الذهاب إليه لما في ذلك من المشقة، ولكن كونوا لكم مصلى، أنت ومن حولك من إخوانك طلبة كونوا لكم مصلى تصلون فيه، وأما الجمعة فتذهبون إلى المسجد وتصلون مع المسلمين. وأما الصلوات الخمس إذا كان المسجد بعيدا عنكم فاتفق أنت ومن حولك من إخوانك وكونوا لكم مصلى، إما في بيت أحدكم أو في مكان تستأجرونه أو في أي مكان يتيسر، صلون فيه الصلوات الخمس جماعة. نعم. فضيلة الشيخ، هل الإقامة في بلد كافر جائزة أم لا، وللدراسة أو للعمل، مع العلم أن في هذا البلد مسجد يصلى فيه بعض الأوقات؟ لا تجوز الإقامة في بلاد الكفار إلا للمستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. المستضعف الذي لا يقدر على الهجرة يقيم للضرورة، ولكن يتمسك بدينه ولا يتساهل فيه. هذه واحدة. الثانية، تجوز الإقامة للتعلم إذا كان هذا التعلم يحتاج إليه الإنسان أو يحتاج إليه المجتمع ولا يوجد إلا في بلاد الكفر، فيجوز أنه يقيم بقدر ما يتعلم هذا التخصص، طب أو غيره، ثم يرجع إلى بلده، يقيم بقدر الحاجة فقط. ثالثا، إذا كان إقامته في بلاد الكفار لأجل الدعوة إلى الله وإرشاد المسلمين الذين هناك، دعوة الكفار إلى الإسلام، فيجوز الإقامة من أجل الدعوة إلى الله عز وجل.
فهذه الأحوال تجوز الإقامة فيها إما للضرورة أو للحاجة. نعم. السؤال الثالث: كيف يجب أن تكون علاقتنا مع الكفار؟ علاقة المعاملة الدنيوية بالبيع والشراء والمجاورة، أحكام الجوار، الإحسان إلى الجيران، هذا مما يأمر به الإسلام، ما يأمر به الإسلام أو يبيحه الإسلام، يبيح البيع والشراء مع الكفار في الأمور المباحة، ويجوز الإهداء إليهم وقبول الهدية منهم، وإذا كانوا جيران فلهم حق الجوار، هذا يجوز في الإسلام، بل منه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب. وأما علاقة المحبة والصداقة فلا تجوز، لا تحبوهم بل أبغضوهم وعادوهم في الله عز وجل، لكن من غير اعتداء عليهم، لا تحبوهم في قلوبكم ولكن لا تعتدوا عليهم أو تظلموهم. نعم. السؤال الرابع: أخ من أذربيجان، المدينة التي يسكن بها كلهم شيعة، فهل يصلي خلفهم؟ لا يصلي خلفهم إذا كانوا من الشيعة الذين يقولون بمذهب الجعفرية أو ما هو أشد من ذلك، مذهب الباطنية، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم أو يدعون الأئمة من دون الله عز وجل ويعبدون القبور والأضرحة، لا تجوز الصلاة خلفها، فلا تصلوا خلف الشيعة، كونوا لكم مصلى وصلوا أنتم وحدكم، وإذا صلوا معكم هم فلا تمنعوهم، إذا صلوا هم معكم ألا تمنعوهم، أما أنتم لا تصلوا خلفهم. نعم. السؤال الخامس: هل يجب أن يكون لدينا أمير، وما هي مواصفاته؟ تتخذون واحدا منكم تفوضون إليه أموركم مؤقتا، على مثل الإمارة في السفر، المسافرون حتى في بلاد الإسلام المسافرون يأمرون إليهم أميرا يرجعون إليه في شؤونهم، ومن باب أولى في بلاد الكفار، فتختارون لكم واحدا يكون مرجعا لكم ويحل النزاع الذي بينكم. نعم، لا بأس بذلك. السؤال السادس: وصفاته أن يكون متمسكا بدينه، وأن يكون عادلا، ليس عنده حيف مع أحد أو هوى مع أحد. نعم. السؤال السادس: شخص له أم عمرها 60 سنة، سمحت له بالهجرة وهو يريد الهجرة، فهل يهاجر؟ إذا تيسرت له الهجرة يجب عليه الهجرة، ويحاول أن يأتي بأمه معه، يحاول أن يأتي بأمه معه ويهاجر بها، لأن هذا من حقها عليه، أن ينقذها من بلاد الكفر، وأن يبر بها ويحسن إليها ويكون إلى جنبها وعندها، إذا تمكن من ذلك فليهاجر بأمه. أما إذا لم يتمكن وكانت أمه تستغني عنه وأذنت له بذلك فإنه يهاجر. نعم. سؤالهم الأخير يقولون فيه: هل يجوز للزوجة المسلمة التي أهلها كفار تغيير اسم عائلتها إلى عائلة زوجها؟ لا يجوز لها أن تنتسب إلى عائلة زوجها، تنتسب إلى عائلتها ولو كانوا كفار، الانتساب ما في شيء، ما هم من أمور الدين، من أمور الدنيا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فالانتساب والأنساب لا تدخل في أمور الدين، إنما تدخل في أمور التعارف فقط.
ولا يجوز لها أن تنتسب إلى غير أهلها أو إلى غير أبيها. هذا من الكبائر أن الإنسان ينتسب إلى غير أبيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. الصحيح والذي عليه الجمهور أنه ليس عليه زكاة، خصوصا إذا كانت المرأة فقيرة ولا تستطيع أن تزكي عنه كل سنة. فالدين يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما إذا كانت غنية وتستطيع أن تزكيه فلا شك أن الخروج من الخلاف والاحتياط أحسن، تزكي خروجا من الخلاف وبراءة للذمة وليس عليها ضرر في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، السؤال الذي سبق في المقبرة التي في المسجد التي فيها قبر، المسجد لا يمكن فصله أبدا إلا بأخذ القبور أو بأخذ المسجد، فما الحل؟ إذا كان المسجد متأخر عن القبور، القبور قبله، المسجد هو الذي يؤخر. أما إن كانت القبور حادثة والمسجد قديم، القبور تنبش وتخرج من المسجد. أما إذا كان المسجد هو الحادث والقبور أقدم منه، فالقبور تبقى والمسجد تقصر مساحته ويجعل بينه وبين المقبرة فاصل، يجعل بينهم فاصل وتكون من مساحة المسجد، يكون الفاصل هذا من مساحة المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا رجل كنت مستقيما ولله الحمد، ثم أصابني الفتور في العبادة، حيث إنني أؤخر الصلاة بسبب الوسواس، وأحيانا الصلاتين إلى وقت الثالثة، وأنا غير مستحل ولكن إما نوم أو وسواس. السؤال: فهل أنا كافر علما بأني تبت إلى الله وتركت هذه الأشياء وأنا أعلم بتحريم تأخير الصلاة؟ ما دمت أنك تبت إلى الله، الحمد لله، وحافظ على الصلاة في المستقبل، ويعفو الله عما سبق. التوبة تجب ما قبلها. نعم. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة حول الوقوع في حكام هذه البلاد وعلمائها، فهل من نصيحة حيال ذلك؟ وش السبب في الوقوع في حكام هذه البلاد وعلمائها؟ السبب ما هو؟ ماذا لاحظ عليهم هذا الذي يقع فيهم؟ إن كان لاحظ عليهم خطأ فلا يجوز الكلام فيهم في غيبتهم أو في المجالس. كان الواجب عليهم أنه ينصحهم، أنه يذهب إليهم وينصحهم أو يكتب لهم رسائل يوصلها لهم فيما بينه وبينهم. النصيحة ليست بالتشهير ولا بالتعيير ولا بالنميمة والغيبة، إنما النصيحة أن تقابل المنصوح أو تكتب إليه أو توصي من يتصل به وتبلغه بما لاحظته عليه، هذا هو الواجب. وأما الكلام في الناس، خصوصا الحكام والعلماء، في مجالس الناس وفي غيبتهم، هذا من الغيبة المحرمة، وفيه أيضا فتنة وشر وإثارة للفتنة زيادة على الغيبة، وهذا من الخيانة لولاة الأمور. الواجب النصيحة لهم، وغيبتهم ونميمتهم هذا من الخيانة لهم. فعلى كل حال هذا أمر لا يجوز، لا في حق العوام ولا في حق العلماء ولا في حق الحكام، هذا أمر لا يجوز، الغيبة والنميمة والتحريش والوقوع في أعراضهم هذا أمر لا يجوز. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
إنما نقول إن علماء هذه البلاد معصومون ولا يقع منهم خطأ، ولا إن حكام هذه البلاد معصومون وليس لهم أخطأ، كلنا خطأ وخير الخطائين التوابون. ولكن علاج الأخطأ ليس بالغيبة والنميمة والتشهير والتعيير وإثارة الفتن، إنما النصيحة إبلاغهم ما يلاحظ عليهم والتفاهم معهم. وإذا لم تستطع فأمسك لسانك لأنك معذور، إذا لم تستطع الوصول إليهم ولا تبليغهم فأمسك لسانك عن الكلام فيهم في مجالس الناس وغيبتهم ونميمتهم، لئلا تقع في محذور أعظم وهو الغيبة والنميمة. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة كانت تستخدم حبوب منع الحمل ثم توقفت عنها، ثم بعد أشهر جاءتها كدرة وصفرة قبل دورتها المعتادة بأيام، فهل هذه الصفرة والكدرة تعتبر من الحيض أم حكمها حكم الصفرة والكدرة بعد الحيض؟ إذا كانت خارجة عن العادة وهي مجرد كدرة أو صفرة وليست متصلة بالعادة فليس لها حكم، ليس لها حكم، لأنها تعتبر من النزيف أو من الفساد. أما إذا كانت متصلة بالعادة جاءتها الكدرة والصفرة ثم نزل عليها الحيض مباشرة فإنها تعتبر هذه الكدرة والصفرة من العادة، تعتبر من الحيض لأنها متصلة بها. نعم. فضيلة الشيخ، من خلع خفيه هل ينتقض وضوءه؟ إذا كان مسح عليهما وخلع الممسوح فإنه ينتقض وضوءه، أما إذا كان لم يمسح عليهما بل مسح على الجوارب ولبس الخفين فوق الجوارب، والمسح إنما هو على الجوارب، إنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه إلا إذا خلع الممسوح عليه. نعم. فضيلة الشيخ، أريد أن أذهب إلى العمرة وأهلي وزوجتي في أيام العادة الشهرية، وإن شاء الله يطهرون في مكة، فماذا علي أن أفعل في الميقات؟ إذا كانوا يريدون عمرة لا بأس أنهم يحرمون وهم في الحيض، تحرم الحائض والنفساء لا مانع، تنوي الإحرام وتلبي. ولكن إذا وصلتم إلى مكة إنها لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل، تنتظر في إحرامها، فإذا طهرت واغتسلت ذهبت إلى المسجد الحرام وطافت وسعت وأدت العمرة، وإحرامها صحيح وهي حائض لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، أمتلك مبلغا من المال يكفيني ويكفي عائلتي، ولكن هذا المال هو معظم ما أملك، وتوجد قوافل لأهل الخير للمشاركة في الحج، فهل يجوز لي أن أحج معهم علما بأن حجي نفلا وحج أهلي وحجة أهلي فريضة؟ لا مانع أنك تحج مع القافلة أو مع الحملة، لا مانع من ذلك، وإذا كان حجك مع الحاملة أو مع القافلة أخفض للتكاليف فلا مانع من ذلك، لأن هذا من التيسير الحمد لله. حج مع الحاملة أو مع القافلة كما سميتها ما في مانع. نعم. إذا كان هذا أرفق بك وأيسر لك ولأهلك فلا مانع منه، التيسير مطلوب، التسهيل مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد أحيانا مجموعة شباب، فتضع إحدى المجموعتين جعلا إذا فازت المجموعة الثانية، وتكون من طرف واحد وليس من طرفين، فهل هذا يجوز؟ ما ندري وش الآلي، من باب الجوائز والمسابقات، ما ندري موضوع المسابقة ما هو. إذا كان موضوع المسابقة
مما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في نصل أو خف أو حافل أو ما ألحق بعض العلماء بذلك من المسائل الفقهية، مسائل العلم الشرعي مسابقة فيها، لا بأس بذلك، لأن هذا من الحث على الجهاد والحث على تعلم العلم، تشجيع عليه. أما إذا كانت المسابقة في غير هذه الأمور فلا يجوز أخذ العوض عليها، لأنه من الميسر ومن أكل المال بالباطل ومن المراهنات والمغالبات التي لا يجوز أخذ العوض والجائزة فيها، على لعب كرة ولا على أمور دنيوية ولا سباق على الأقدام أو سباق على أو سباق على الأقدام أو بالسباحة أو بالمصارعة، لا يجوز أخذ الأعواض على هذه الأمور وإن كانت جائزة. المسابقة على الأقدام جائزة لأن فيها تقوية للجسم، المباراة الرياضية إذا كانت لا تشغل عن الصلاة ولا وليس فيها كشف عورات جائزة لأن فيها تقوية للأبدان، لكن ما يجوز أخذ العوض عليها، لا يجوز أخذ العوض والجوائز عليها. نعم. فضيلة الشيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه حال القيام من السجود أم لا؟ الظاهر لما ثقل صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني محتاج إلى هذا، فإذا احتاج الإنسان إلى أنه يعتمد على الأرض بيديه عند القيام أو عند السجود، من انحطاط من القيام إلى السجود، إذا احتاج إلى هذا لا بأس، إذا كان مريضا أو كبير سن عند الحاجة لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، من تيمم وقد انتهت مدة المسح ماذا يفعل؟ هل يخلع الشراب ثم يلبسها؟ وهل يصلي بالتيمم أكثر من وقت إذا لم يحدث؟ يقول من تيمم وقد انتهت مدة المسح، المسح ما له علاقة بالتيمم، المسح مع الوضوء مع استعمال الماء، أما التيمم فليس له علاقة بالمسح، فإذا تيمم فإنه يصلي ما لم ينتقض وضوءه، يصلي بتيممه ما لم ينتقض وضوءه. بعض العلماء يقول ينتهي التيمم بخروج الوقت، والصحيح أنه لا ينتهي، إن التيمم لا ينتقض إلا بما ينقض الوضوء، بنواقض الوضوء، فما دام أنه لم ينتقض تيممه فيصلي فيه ولو عدة أوقات، هذا هو الصحيح، لأن الصحيح أن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث وهو بديل عن الماء، فيفعل به كما يفعل بالماء تماما. أما المسح فلا علاقة له بالتيمم، هذا معروض فقط. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، متى ينتهي وقت صلاة الضحى في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة وغير السوء ينتهي وقت صلاة الضحى بتوسط الشمس في كبد السماء إلى صارت فوق الرؤوس، انتهت صلاة الضحى في يوم الجمعة وغيره. نعم. فضيلة الشيخ، جماعة مشتركون فيما يسمى بجمعية الموظفين التي يدفع كل واحد قسطا معينا في آخر كل شهر بالتساوي وتعطى لواحد منهم، فهل يزكى هذا المبلغ؟ أولا أنا لا أرى هذه الجمعية لأنها من القروض المشترطة، يعني قرض جر نفع، وهو يدخل أيضا في بيعتين في بيعة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا القرض يجر نفعا لصاحبه،
وأيضا هو من عقدين، عقد في عقد، أقرضك بشرط أن تقرضني، هذا حكم. فأنا أرى أن هذه الجمعية غير جائزة، والإنسان إذا احتاج إلى قرض يقترض قرضا حسنا من أحد إخوانه ويسدد له، ما حاجة أنه يروح الجمعية، يقترض من أحد إخوانه قرضا حسنا، وإذا لم يجد من يقرضه هناك مسألة التورق، يعني يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال وينتفع بثمنها، لكن لا يبيعها على من استدانها منه، وإنما يبيعها على غيره وينتفع بثمنها الحال، فإذا حل الأجل يسدد لصاحب السلع. هذا إذا لم يجد من يقرضه، هذا الذي أراه. وأما إذا جمعوا هذه الأموال وحال عليها الحال تجب فيها الزكاة، لأنها ملك لهم، فكل يزكي على قدر نصيبه، كل يزكي على قدر ما دفع منها، على قدر ما دفعه فيها. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في من حج متمتعا وذهب إلى جدة لمدة يوم أو يومين بعد أن أدى العمرة وتحلل منها وعاد في اليوم الثامن إلى منى؟ لا بس بذلك، إذا أدى العمرة وراح الجدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان ثم جاء وأحرم بالحج لا مانع من ذلك، وهو متمتع، لا يزال متمتعا، ما لم يرجع إلى بلده فهو متمتع. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في من ينام في مكة أيام التشريق وهل يقصر ما دام في مكة؟ إذا كان من أهل مكة فلا يقصر ولا يجمع، لأن هذه داره، هذا بيته. أما إذا كان ما هو من أهل مكة فهو مسافر، يقصر ويجمع، ولكن الجمع لا داعي له، يقصر ولكن لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها لأنه مقيم، ولكن بقاؤه في منى في النهار أفضل له، والمبيت في منى واجب، المبيت في منى واجب من واجبات الحج، مهما أمكنه المبيت فلا يسقط عنه لأنه واجب من واجبات الحج، وحتى في النهار بقاؤه في منى أفضل له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى كل أيام التشريق، بقي في منى كل أيام التشريق، وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالحاج يبقى في منى أيام التشريق ليلا ونهارا، وإذا لم يجد مكانا فعلى الأقل يأتي بالليل ويبيت فيها ويرجع إلى مكانه الذي نزل فيه النهار، هذا على الأقل. وأما إذا وجد مكانا في منى فإنه ينزل فيه ويبقى فيه ليلا ونهارا حتى تنتهي أيام التشريق، أو حتى يتعجل إذا كان يريد التعجل. نعم. فضيلة الشيخ، هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية؟ ديننا ما هو دين فوضى، ديننا دين انضباط ودين نظام، هدوء سكينة، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة ودين انضباط لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام. نعم. والحقوق يتوصل إليها بغير هذه الطريقة، نعم، توصل إليها بالمطالبة، المطالبة الشرعية، طرق الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ، المظاهرات هذه تحدث فتن، تحدث سفك دماء، تحدث تخريب أموال، تخريب أموال، لا يجوز هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ، هل توجد عادة
عاد الثانية لقوله تعالى وأنه أهلك عاد الأولى. نعم، عاد الثانية هي ثمود، عاد الثانية هي ثمود، وعاد الأولى هي عاد إرم ذات العماد. نعم، عاد الأولى، عاد الأولى عاد إرم ذات العماد، وأما عاد الثانية فهي ثمود صاحبة بلاد الحجر شمالي الحجاز، وأما عاد الأولى فمحلها في جنوب الجزيرة، الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لنا نحن الطلبة المقيمين في الخارج في دولة كافرة. نعم. بالنسبة لنا نحن الطلبة المقيمين بالخارج في دولة كافرة، لدينا سؤال حول اللحوم، لا ندري كيفية ذبحها، وإذا كان مكتوبا على اللحم كالدجاج عبارة حلال ولدينا شكوك ناتجة من كلام الناس حولها، فهل نأكل أم لا؟ أولا، الذي أعرفه أن الأقليات المسلمة في بلاد الكفار وتجمع الطلاب قد كونوا لهم مذابح ومسالخ يأخذون منها اللحوم، انحلت مشكلتهم والحمد لله. وإذا لم تتمكن من الشراء من اللحوم التي يتولاها المسلمون ويذبحونها، فعليك بالأسماك، لأن الأسماك ما تحتاج إلى تذكية، تأكل من السمك، تجنب اللحوم المشتبهة. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. فتجنب هذه الأمور، وأمامك مندوحة وهي الأسماك المتوفرة هناك. نعم. فضيلة الشيخ، ما المسافة التي بين الإمام والمأموم في الصلاة؟ المسافة لا تكون بعيدة، مسافة بعيدة بين الصفين، الإمام هو الصف الأول والذين وراءه يكونون هم الصف الثاني، ما بين الصفين تكون المسافة ما بين الصفين هكذا بين الإمام والمأموم، ولا يبعد الإمام بعدا كثيرا عن المأمومين. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الاقتداء بالمسفوق لإتمام صلاته؟ ما هو أحسن؟ ما هو أحسن؟ الأحسن إن وجدت ناس فايتتهم الصلاة صلي معهم، أو إن وجدت أحد يصلي معك من الذين في المسجد الذين صلوا قبلك وتبرع واحد منهم وقام وصلى معك، هذا طيب. أما أنك تدخل مع مسبوق هذا ليس مستحسنا، تصلي وحدك، إذا لم تجد من يصلي معك تصلي وحدك، وأنت معذور في هذا لأن فاتك الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ، هل من المشروع قلب النعال إذا كانت مقلوبة تعظيما لله عز وجل؟ يكره الناس يكرهون أن تكون بطون النعال إلى أعلى في وجوههم، هذا من الأمور المستكرهة، ولا أعرف أن هذا في شيء من ناحية الدين، ولكن هذا من ناحية الناس وعرف الناس، وقد تكون باطن النعل فيها نجاسة أو فيها تلويث، أليس من المستحسن أن تكون في مواجهة الناس من باب الآداب العامة؟ نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم حلق شعر الصدر فوق العاتق للرجال؟ لا بأس بإزالة جميع الشعر من البدن للرجال والنساء، ما عدا ما حرم الله أخذه من شعر اللحية والحاجبين، فالباقي كله لا بأس بإزالته، شعر الرأس وشعر البدن والساقين والذراعين والصدر والظهر لا بأس بإزالته. فضيلة الشيخ،
ما مشروعية هذا الدعاء الذي أدعو به في سجودي؟ اللهم إني أسألك أولادي، والمقصود به أن الله عز وجل يحفظهم لي ويبارك فيهم ويبعد عنهم أي سوء. أحسن تقول اللهم أصلح أولادي، اللهم أصلح ذريتي، ما تقول أسألك أولادي، تقول أصلح أولادي أو أصلح ذريتي، هذا هو الأحسن. ولا بأس بذلك أنك تدعو لنفسك ولوالديك ولأولادك ولإخوانك المسلمين بالصلاح والمغفرة والهداية، يجوز، هذا طيب، هذا مشروع في الصلاة وفي غيرها. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، رب اغفر لي ولوالدي، دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، ولمن دخل بيتي من المؤمنين والمؤمنات. فضيلة الشيخ، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الدعاء للمؤمنين، الدعاء للمسلمين، والدعاء للوالدين وللأولاد والذرية أمر مشروع في الصلاة وفي غيرها. نعم. فضيلة الشيخ، هل تنصحون طالب العلم بحفظ المختصرات بعد كتاب الله عز وجل؟ حفظ المختصرات طيب، لكن لا يكفي، لا بد من معلم، وأنا قلت هذا أكثر من مرة، الاعتماد على الحفظ فقط بدون معلم هذا ما يفيد الإنسان شيء، فلا بد أن يحفظ هذه المتون على مدرس يوضح له معانيها ويشرح له ألفاظها ومدلولاتها ومضامينها حتى يستفيد منها، ما كونه يحفظها وهو ما يفهم معناها أو يفهمها غلطا هذا ما يجيه شيء. نعم. فضيلة الشيخ، هل تقضى سنة الظهر بعد صلاة العصر؟ لا، تقضى بعد الظهر، تقضى بعد الظهر، الرسول صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يقضيها بعد العصر، لكن لأنه نهى عن الصلاة بعد العصر، ولكن يقضيها بعد الظهر، راتبة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر القبلية، مثل راتبة الفجر القبلية يقضيها بعد الفجر. نعم. فضيلة الشيخ، سنة الضحى ما هو آخر وقت لأدائها؟ أجبنا على هذا قريبا، قلنا آخر وقت هو توسط الشمس في كبد السماء، إذا صارت فوق الرؤوس انتهى وقت صلاة الضحى، لأن هذا وقت نهي، توسط الشمس على الرؤوس هذا وقت نهي حتى تزول. نعم. فضيلة الشيخ، لماذا عند ذكر علي رضي الله عنه يقال كرم الله وجهه دون باقي الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا غير مستساغ، أنه يخص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه أو عليه السلام، هذا من شعار الشيعة، علي رضي الله عنه يقال له فيه مثل ما يقال في إخوانه من الصحابة رضي الله عنه، هذا هو المشروع. نعم. فضيلة الشيخ، هناك جماعة تسمى جماعة الدعوة، لهم تأثير عجيب على العصاة، وهم يذهبون إلى مركز بإحدى الدول، فهل ينصح بالذهاب معهم لمن لديه علم شرعي؟ وهم يخطئون من لم يخرج معهم في هذا العمل 40 يوما أو 4 أشهر. أي جماعة التبليغ، جماعة التبليغ، وهي جماعة معروفة، عندهم تصوف وعندهم بدع، ألا يجوز الذهاب معهم؟ والذي يعرف الحق ما هو بحاجة إليه، واللي عنده ذنوب يتوب إلى الله بدونه، يتوب إلى الله في أي مكان، في بيته أو في بلده، ما هو بحاجة أنه ما يتوب إلا مع جماعة التبليغ، باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه، ألا حاجة إلى أنه يذهب مع جماعة التبليغ وما عندهم من الجهل والبدع. نعم. فضيلة الشيخ، في هذا العام كان أول يوم من رمضان يوم الجمعة،
وعندما قمت إلى صلاة الجمعة تطيبت وتبخرت في ثيابي وغترتي، فهل أفطرت في هذا اليوم علما بأني قضيته؟ لا، ما أفطرت فيها. يجوز للصائم أن يتطيب، لكن ما يقصد إلى شم البخور، ما يقصد إدخال دخان البخور في أنفه. وإذا طار الدخان إلى أنفه بدون قصد فلا حرج عليه. إذا طار الدخان دخان البخور أو غيره إلى أنفه بدون قصد فلا حرج عليه، إنما لا يجوز له أن يقصد شمه وإدخاله في أنفه. كونه يتطيب بالأطياب السائلة أو بالبخور الذي لا يجعله في أنفه وإنما يجعله حوله لا بأس بذلك، أو في ثيابه، يعني يبخر ثيابه بالبخور ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ، هل الذي لا يصلي يكون مشركا؟ وكيف يحافظ الإنسان على الصلوات وخاصة صلاة الفجر؟ الذي لا يصلي يكون كافرا، ما هو مشرك، كافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فالذي يترك الصلاة متعمدا هذا كافر خارج من دين الإسلام، لأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة.